أعلنت انطلاقة الشوط السابع في تعداد أشواط صباح هذا اليوم، والشوط السابع شوط خاص بالإذاعة الجعدان المحليات الأصايل لأبناء القبائل مع هذا التحدي المثير والانطلاق الرائع. نسير بالصدارة، نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة وأرى شاهين من قاد المجموعة، راشد بن علي بالصغير العويسي قادم من السلطنة للمشاركة أيضا مع هذه التحديات المثيرة والانطلاقات الرائعة. ومع المركز الثاني، المركز الثاني أرى التحدي أيضا والقدوم في هذه اللحظات والتسلل. مشاهدينا متابعينا الكرام، تابع المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام. ومن الجانب الآخر شعار أيضا خليفة بن سرداح يتسلل في هذه اللحظات مع هذا الانطلاق المثير اللي قدمه النصر. سالم بن راشد بن سرداح الاكتبي مع المركز الثاني والثالث، التحديات من الجانب، من الجانب الآخر، من الجانب الآخر أرى التحدي والأثارة أيضا مع هذا الانطلاق المثير مشاهدينا متابعينا الكرام. المركز الثالث نتابع الأسد لراشد بن عبد الله بن حميد الخاطري، بينما انطلقنا مع المركز الرابع بأرى التسلل لشاهين لمسعود بن مهير بالصايغ المزروعي من أعلن انطلاقة شاهين مع المركز الرابع. خامس التحديات التسلل والانطلاق من شاهين لأحمد بن حميد بن عمهي المنصوري من بدأ يتسلل وينطلق مع المركز الخامس. سادسا مشاهدينا متابعين الكرام، التحديات القادمة من سراب وشعار خلفوان بن ناصر بن يوعان الشامسي متابعا أيضا منطلقا مع سراب مع هذا التحدي المثير. ومع المركز السابع من الجانب الآخر، من الجانب الآخر اليازي محمد بن علي بن عيلان السبوسي من أعلن انطلاقة اليازي مع المركز السابع. ثامن التحديات أرهني شاهين لراشد بن سالم بن راشد السعدي من يتابعا لانطلاق شاهين مع المركز الثامن. وتاسع التحديات التسلل، التسلل من الجانب الآخر. نتابع شاهين لبدر بن ناصر بن حمد اليابري، وعاشر التحديات نختم ندانا الأول للعشر المراكز المتقدمة والمدافعة بناموس هذا الشوط. أرهني شاهين لمحمد بن عبد الله بن محمد الهاملي ينطلق مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، تحدياتنا مستمرة وانطلاقاتنا رائعة في هذا الصباح الجميل مع هذا السن، سن الإذاعة، سن الإمتاع والانطلاق والتحدي والإثارة. ولكن لنا عودة مع الصدارة، مع البداية، نتابع مقدمة هذا الشوط وأرى الانطلاق الواضح. نتابع شاهين راشد بن علي بالصغير العويسي من يتابع انطلاقة شاهين منذ البداية، منذ البداية ينطلق بناموس هذا الشوط. ولكن من الجانب الآخر أرى هناك الأسد راشد بن عبد الله بن حميد الخاطر يأتي ثانيا، ومع المركز الثالث القدوم من شاهين مسعود بن مهير بالصايغ المزروعي متابعا لانطلاقة شاهين من بدأ ينطلق أيضا ويتسلل مع المركز الثالث. ولكن أرى التحديات القادمة من مشوش خادم بن عيسى بن سعيد المنصوري متابعا لانطلاقة مشوش، وأول أول نداء لمشوش يتسلل ينطلق مع المركز الرابع. خامس التحديات أرى هني ضاري، أرى ضاري مع المركز الخامس، وعبيد بن سالم بن راشد بالحبال الاكتبي من يتابع انطلاق الضاري مع المركز الخامس. سادس التحديات من الجانب الآخر، الانطلاق المثير والتحدي الرائع. ولكن نتابع، نتابع مشاهدينا متابعينا الكرام، شاهين لأحمد بن حميد بن عمهي المنصوري من أعلن انطلاقة شاهين مع المركز السادس. سابع التحديات القدوم لسرام لخلفان بن ناصر بن يوعان الشامسي، ومع المركز الثامن، المركز الثامن نتابع، نتابع زعبيل لراشد بن غانم بن مسهر بن غانم المنصوري
من أعلن انطلاقة زعبيل مع المركز الثامن. مشاهدينا متابعينا الكرام والتاسع التحديات رهنية ملبي حمدان بن سالم بالكورة المزروعي متابعا لانطلاقة ملبي مع المركز التاسع. عاشر التحديات ننطلق مع مياس لمحمد بن سعيد بن أحمد الرميثي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. ندانا الثاني وجولتنا الثانية مع العشر الأسامي المذاعة والمنطلقة بناموس هذا الشوط، ولكن لنا عودة مع الصدارة مع البداية مع المقدمة مع التحديات المثيرة مع الانطلاقات الرائعة والمغادرة للوحة 2 كيلو مترات والصدارة والمقدمة. رهني مشوش من قاد المجموعة من انطلق بناموس هذا الشوط خادم بن عيسى بن سعيد المنصوري من أعلن انطلاقة مشوش على مقدمة هذا الشوط مع هذا التحدي المثير. نتابع المركز الثاني وأرى الأسد مع المركز الثاني من الجانب الآخر بقمة التحدي والإثارة بهذا الانطلاق المثير. راشد بن عبد الله بن حميد الخاطري المركز الثالث أرى التسلل والانطلاق المثير. مشاهدينا متابعينا الكرام ضاري لعبيد بن سالم براش بن حبالة الاكتبي، ولكن من الجانب الآخر القدوم والتسلل من حبشان حمد بن سالم بن مردد العفاري يتسلل وينطلق بأول ندى، ينطلق مباشرة بالمقدمة. يا سلام تحديات وإثارة هذا الشوط. ما شاء الله تبارك الله الأداء مثير الانطلاق رائع، ولكن من الجانب الآخر أرى الدرع لمحمد بن مبارك بن سالم الراشدي من يتابع انطلاقة الدرع. اللحظات الأخيرة التحديات المثيرة مشاهدينا متابعينا الكرام، ولكن القدوم من مكلف مهنا بن سعيد بن حميد اليحافي يتسلل ينطلق أيضا مع المركز الثالث بطريقة إلى الصدارة بطريقة إلى المقدمة، ولكن حبشان من انطلق بناموس هذا الشوط. حمد بن سالم بن مردد العفاري من يتابع انطلاقة حبشان من الجانب الآخر. أرى هناك ضاري لعبيد بن سالم بن راشد بن حبال الاكتبي من يتابع انطلاق الضاري، ومع المركز الثالث مكلف لمهنا بن سعيد بن حميد اليحافي. وانطلق ضاري بناموس هذا الشوط في اللحظات الأخيرة في الأمتار النهائية، وهو ضاري على انتزاع الصدارة على انتزاع المقدمة في اللحظات الأخيرة. تهانينا لعبيد بن سالم بن راشد بالإحبال الاكتبي على فوز ضاري، ولكن الهجوم مكثف والتحديات قادمة. نتابع مشوش لخادم بن عيسى بن سعيد المنصوري، ولكن ضاري هو الأقرب. تهانينا لعبيد بن سالم بن راشد بالإحبال الاكتبي على فوز ضاري بالمركز الأول. المركز الثاني مشوش لخادم بن عيسى بن سعيد المنصوري، المركز الثالث يصل فيه حبشان حمد بن سالم بن مردد العفاري، والمركز الرابع مكلف المهنة بن سعيد بن حميد اللي حافي، والمركز الخامس القدوم أيضا من زعبيل لراشد بن غانم بن مسهر بن غانم المنصوري. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى. نعود مع التوقيت الزمني في لحظات الوصول مشاهدينا متابعينا الكرام، ولحظات وصول ضاري ياتي بتوقيت زمني مقدارة 9 دقائق 26 ثانية وخمس أجزاء من الثانية. تهانينا لعبيد بن سالم براج بن حبال الاكتبي. مشوش يصل مع المركز الثاني لخادم بن عيسى بن سعيد المنصوري، يقطع مسافة السباق أيضا ضاري بتوقيت زمني مقدار 9 دقائق 27 ثانية جزء واحد من الثانية، بينما اللي وصل مع المركز الثالث حبشان حمد بن سالم بن مردد العفاري 9 دقائق. هذه لحظات وصول المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام، 9 دقائق 27 ثانية 3 أجزاء من الثانية. تهانينا لحمد بن سالم بن مردد العفاري، تهانينا للجميع والناموس.